كم التكلفة تقريبا بالنسبة لإجراء الفحص أو بالنسبة لرعاية المصاب سواء كان عليه أعراض أو ما عليه أعراض؟ خلينا نشوف تقريبا بتقديرات. أول ما أنا بغيت يعني أأكد أن الفحص عامة أو العلاج هو يعني توجيه عامة سامي من جلالة الملك المفدى بأن يكون للبحريني ولغير البحريني في هذا البلد، وما يهمنا في أولوياتنا نقدم هذه الخدمة مهما كانت تكلفتها. نعم. الأرقام لحد الآن بصراحة أقول لك إياها يعني ما حسبت كاملة، يعني لأن فيها تفاصيل كثيرة جدا. يعني أنا بقول لك عن فحص الناس اللي يمكن ما تحط البال له، هو الفحص عبارة عن أخذ عينة، فالتول نفس اللي نستخدمه أو الأجهزة اللي نستخدمها لها تكلفة. لما تروح المختبر في 4 أو 5 محاليل إضافة إلى الجهاز اللي تستخدمه، إضافة إلى الكت اللي نفحص فيه، في له تكلفة. العامل اللي بيشتغل عليه من وقته ومن تخصصه له تكلفة. تسجيله في الجهاز لا تكلفة. التكاليف هذه سلام في تقديرية للفحص الواحد؟ والله احنا قدرنا تقريبا يعني الفحوصات اللي هي اسميها المتابعة، الفحص الأولي إلى نهاية تتقدر بحوالي 148 دينار في الحدود. كم فحص تقريبا سوينا؟ اللي اليوم أكثر من 76 ألف فحص في البحرين. الحسبة عند الناس. الحسبة عند الناس. نعم. وما زال البحرين ما تدخل إن شاء الله. ما زالت مثل ما خبرته هي الأولوية لنا احنا تقديم هذه الفحوصات من دون النظر لها. بصراحة أعطينا يعني كأنها open budget، ميزانية مفتوحة، وصارت أولية في البحرين. وهذه فعلا يعني هذه يعني الفضل اللي الله حفظه سمو ولي العهد، ويعني حرصه بذي الشيء، وما صار عامة إلا بتوجيه كذلك من جهة الملك المفدى بالنسبة حق هذه الميزانيات. سلمك الله. سألتني عن الرعاية. الناس لما نحسبها تكلفة من الفحص دخوله يا محجر أو مستشفى بعيد الشر أو بيدخل عامة حق علاج، يعني الارقام اللي بقول لك اياها قد تكون شويه ارقام يعني كبيره. نعم. يمكن ما احنا خليناها عامه في الفحص. نعم. الله. ولكن انا مثلا لو خليت واحد بعيد الشر وصل للعنايه القصوى يوميا ممكن يكلفني 800 دينار من دون ادويه من دون اي شيء عامه. ولو سويناه على فقط سرير طبي نيرسينج او محتاج عامه رعايه يمكن اكثر من 130 دينار. الارقام بالملايين. سلمك الله اخي علي. نعم. لا ما لها حسبه ولا عدد يعني. نعم.